لم يعد الاصطياد في البحر حكرا على الرجل، يمكن للمرأة القيام بذلك، وقد أثبتت هذا 30 امرأة في محافظة لحج. فقبل أن يصل الصيادون إلى هذه المنطقة تكون قد سبقتهم النساء وعدن بأنواع مختلفة من الأسماك ومن ما يجود به البحر، ثم تتولى النساء بأنفسهن التسويق. الحروب خلتنا مشردين ونحن نازحين ونحن الضبح فينا، ادعمونا بأي حاجة من عندك لا تعطونا نقوي يعني الضمر حقنا ضعيف. حيث خصصت لهن منظمات داعمة أماكن يعرضن فيها ما تم اصطياده طوال اليوم، وقد كانت الحرب سببا كافيا لخروج المرأة عن الصورة النمطية في جعل الاصطياد حكرا على الرجل. ولكن بعد أن ابتعدت المعارك وأصبحت في أماكن أبعد، إلا أن المرأة لن تتخلى عن ما اكتسبته أيام الموت، وستظل تحتفظ به لأيام السلام. وتجد النساء تشجيعا ودعما من المجتمع الذي أثبت تقدم نظرته في هذه المنطقة وتحضر رؤيته لنصفه الآخر. هذه النساء نشجعهم على أن يدخلوا داخل الحراك وينافسوا الرجال، فقدمنا لهم دعم من مؤسسة كون، منظمة أوكسفام، حصلوا على مبلغ 235,000 لشراء عوازل، ويتقدموا عوازل ثلج يبردوا فيها السيد ويبيعوا للمواطنين. وتتشارك المرأة المنتمية إلى محافظة لحج مع القادمة من محافظات أخرى الهموم والأحلام الجديدة بتغيير الحياة في البر والبحر.